برحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج صحافة الغد، واللي بنتناول فيه أهم الموضوعات المحلية اللي بتشغل رأي العام المصري من خلال المجلات والصحف القومية. طيب احنا دايما معانا في البداية عناوين هذه الصحافة. من جريدة الشروق، الرئيس السيسي يدعو إلى وضع منظومة عربية متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب. وإلى الأخبار، مدبولي يتابع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية. أما في الشروق، الكهرباء تتلقى مليون طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية. وأخيرا من الأخبار، انطلاق الأوكازيون الشتوي الاثنين القادم. من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ من الشروق. كما ذكرنا، الرئيس السيسي يدعو إلى وضع منظومة عربية متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة. وقد أكد الرئيس على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس شدد على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في جميع دول المنطقة، لا سيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها مدعومة بقوة خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة. من جانبه، موجه المشاركون في المنتدى من السادة رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة التهنئة للرئيس السيسي ولمصر على افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري، مؤكدين على أهميته كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة. يعني الحقيقة وجود هذا المنتدى كمنصة لتعزيز العمل العربي المشترك لصون الأمن القومي في مصر، وأن يكون منصة هنا في مصر، دي بيؤكد يعني الحقيقة المصداقية والثقة الكبيرة التي يليها الزعماء العرب في القيادة السياسية المصرية. كل التوفيق إن شاء الله لهذه المنصة. طيب إحنا معانا جريدة الأخبار، مدبولي بيتابع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص، سواء تراخيص البناء أو التشغيل، وأشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب في كل جهاز مدينة به مسؤولون من الجانبين لتيسير الإجراءات واستصدار كافة التراخيص. وأضاف أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب في كل جهاز مدينة يمثل من هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم أيضا التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضي الصناعية بين
جهتين وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا لمتابعة خطوات تسيير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد طلط رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وإلى جريدة اليوم السابع، وزير المالية للنواب 335 مليار جنيه مخصصات الأجور لتحسين دخل العاملين. وصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاستماع إلى بيانات الوزراء بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة بالاستماع خلال جلسة أمس الاثنين إلى بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي أكد أن سنوات البناء منذ عام 2014 حتى 2020 جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، استنفذت الكثير من مواردها، وهو الأمر الذي تطلب إعادة البناء الاقتصاد المصري أن يكون البناء قائم على أسس سليمة تتلافى أخطاء الماضي، حيث يتم علاج المشكلات المسكوت عليها في الماضي جذريا. وتابع معيد في كلمته قائلا: تم صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تصميمه بدقة ليضع مصر في مقدمة الدول التي ينمو اقتصادها، حيث شهدت مصر مشروعات كبرى غير مسبوقة على مدار الخمسين عام في مجالات التنمية، ولولا توفيق الله ثم الإرادة السياسية القوية الشجاعة ومساندة الشعب وتفهمه لمتطلبات المرحلة الصعبة من الوطن ما استطعنا تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح. وقال وزير المالية أيضا إن الموازنة العامة للدولة استطاعت في الصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021 تحقيق زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 16% كمعدل نمو في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق الذي لم يكن به كورونا، وهو ما يعد توفيق من الله. وكشف وزير المالية عن الجهود التي تمت بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة قائلا: شهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة بمبلغ 198.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه في السنة المالية 2020-2021 بمعدل نمو 70%، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين أساسيين في تحسين هيكل الأجور. وإلى الشروق نتحول، الكهرباء تتلقى مليون طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية. تلقى وزير الكهرباء محمد شاكر أمس تقريراً بالإحصاءات التي تلقتها المنصة الإلكترونية حول طلبات التحول من نظام المحاسبة بالممارسة إلى المحاسبة بالعدادات الكودية منذ إطلاق وزارة الكهرباء المنصة في يوليو الماضي وحتى أول فبراير الجاري. وقد كشف التقرير أن المنصة استقبلت 1,070,000 طلب تتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغت 2,450,000 وحدة. كذلك وبين التقرير أن طلبات التحول شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، فيما تستمر الشركات في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات، حيث بلغت المعاينات حتى الآن أكثر من 200,000 معاينة، كما تستقبل المنصة الاستفسارات ويتم الرد عليها من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى. وأوضح أن المنصة مستمرة في استقبال طلبات التحول من المحاسبة استهلاكات الكهرباء من نظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية مارس من العام الجاري، مشددا على سرعة استكمال الإجراءات لتنفيذ جميع طلبات التحول من المحاسبة استهلاكات الكهرباء والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. في اليوم السابع، التعليم لا تغيير في المجموع الكلي للثانوية العامة أو تنسيق الجامعات.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في درجات تنسيق الثانوية العامة هذا العام، موضحة أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة مثل السنوات الماضية رغم وجود أكثر من فرصة امتحان للطلاب في نفس العام. وأوضحت الوزارة أيضا أن الطالب يختار أفضل الدرجات في الفرص الامتحانية ويتم التنسيق وفق شرائح المجاميع على غرار ما يحدث سنويا، مضيفة أن الفارق في الدرجات هو إعادة توزيعها على الأسئلة بعد حذف الأسئلة المقالية بحيث تتناسب الدرجات في كل مادة مع جزئيات الاختيار. أشارت الوزارة إلى أن الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم الجديد تقييس لوائح التعليم التعلم الحقيقية لدى الطالب بعيدة عن الحفظ، قائلة انتهى عصر الامتحانات التي تعتمد على الحفظ وتم تدريب الطالب على نوعية الأسئلة الجديدة منذ تطبيق التقييم الجديد في الثانوية العامة 2018، على أن تجري الوزارة اختبارا تجريبيا للطالب بعد العودة من إجازة نصف العام الدراسي لتدريبهم على نوعية الأسئلة في الثانوية العامة. الحقيقة هنتوقف عند هذا الموضوع، ومعانا على الهاتف مباشرة أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم. أنا برحب بحضرتك يا فندم في صحافة الغد. أهلا بك أستاذة دينا، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني إحنا شايفين دلوقتي في يعني الحقيقة تغير جوهري في التعليم في مصر، يعتمد على ليس معتمدا على الكم ولكن معتمدا على الكيف. ما هو الجديد يا فندم في هذا الخبر اللي هو التغيير في المجموع الكلي للثانوية العامة وتنسيق الجامعات؟ ما هو الجديد في هذا الخبر؟ لا الجديد يا أستاذة ممكن تعلي صوت حضرتك شوية يا فندم، أنا مش سامعاك. نعم ألو، اتفضل يا فندم. الجديد يا أستاذة دينا إن السنة دي لأول مرة في تاريخ مصر ستجرى امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا وليس ورقيا، وداخل اللجنة الواحدة يا أستاذة دينا قد يكون هناك أكثر من امتحان لمجموعة الطلبة اللي موجودين داخل اللجنة الواحدة، وهذه الأسئلة الإلكترونية ستبث على التابلت الخاص بالطلاب قبل ثواني معدودة لبدء الإجابة أو بدء الامتحانات أو بدء موعد الامتحانات، وبالتالي يستحيل تسريب الأسئلة مرة أخرى. نمرة اتنين، سيكون هناك صعوبة شديدة جدا في أن الطالب يغش من اللي جنبه، لأن اللي جنبه أسئلة غير الأسئلة اللي جاياله تماما، وبالتالي كل طالب هيكون معني بالأسئلة اللي جات له في هذه اللحظة. نمرة ثلاثة، التصحيح سيكون إلكترونيا في نفس اللحظة، يعني مش هيبقى في عنصر بشري يعني خالص. اتفضل. انت حضرتك اشرت في الخبر ان مفيش كلمه الاسئله المقاليه، بمعنى مش هيكون في موضوع تعبير مثلا، لان انا على التابلت بجاوب صح او غلط او اختيار المتعدد او اكمل جمل كلمه، اذا مفيش مجال للكتابه والاسهاب، لان التصحيح هنا هيكون بقارئ ضوئي الكتروني، والطالب قبل ما يقوم من على الكرسي بتاعه بعد انتهاء الإجابة بتاعته هتظهر النتيجة بتاعته اللي هو حصل عليها، ومن هنا هيبقى له الحق أيضا إذا عجبه الدرجة في المادة دي، إن كان بها ما عجبتوش ولقى نفسه ما وفقش فيها بشكل كبير بيخش امتحان آخر في أغسطس إلكتروني أيضا ليحسن من درجاته. فإذا كان امتحان أغسطس هيجيب فيه درجات في المادة أو المواد اللي دخل فيها أكتر من الدور الأول إذا جاز التعبير، يبقى هيتاخد له أفضل الدرجات. لكن مجموع الثانوية العامة واحد 410 درجة، نظام التنسيق في الجامعات لن يكون فيها التغيير في العام القادم خالص، هو نفس النظام القديم، ودرجات الطالب
في الثانوية العامة هي التي ستحدد توزيعه على الكليات التي ستقبله. نعم. بناء على هذه الدرجة. الصورة وصلت الآن أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على القسم التعليم، شكرا جزيلا لك. والحقيقة يعني الخبر ده بيدل على التحول التكنولوجي، التحول الرقمي اللي مصر بدأت فيه منذ فترة الحقيقة، بدون وجود عنصر بشري حتى لا يتم يعني إلى حد ما التلاعب فيما يخص الامتحانات. طيب احنا معانا اخر خبر من الاخبار، انطلاق الاوكازيون الشتوي الاثنين القادم، ينطلق الاوكازيون الشتوي الاثنين القادم ويستمر لمدة شهر، وقد بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية في تلقي طلبات التجار وأصحاب الأنشطة الراغبين في الاشتراك بالأوكازيون تنفيذا لقرار دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. تقرر السماح لأي محل بالمشاركة الاختيارية لمدة أسبوعين، حيث تقوم مديريات التموين بالمحافظات بتلقي الاستمارات والتي تحدد مدة الاشتراك ونسب الخصم والسلع التي سيتم طرحها في الأوكازيون. يعني طبعا نبقى حريصين برضو واحنا نازلين نشتري من الاوكازيونات الى حد ما، ان في موجه ثانيه من جائحه كورونا، فنتوخى الحذر برضو واحنا نازلين عند الشراء. مشاهدينا وصلنا الان الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحافه الغد، فريق عمل اخر جديد غدا، الى اللقاء.